اتفضل يا استاذ. دلوقتي احنا شفنا الفيديو المسيء اللي كان فيه بطله امام عاشور. الراجل خد لا انا مش عايز انط الحته هنروح آه. بس انا مش عايز انط الحته بتاعت كابتن سيد عبد الحميد. انا هربت من دي ودي لسبب. اتفضل. واحد اتوقف بالليل فك وقف الضهر. تمام. انت بتناقش لسه راجل خد 12 مباراه فات منهم 7 مباريات وانت لسه ما ناقشتش. بعد اذنك يا بيه انا هاخد راحتي. اتفضل. ما ناقشتش الطعن بتاعه الاستناب بتاعه ما عملتش له. هو قتل حد امام عاشور في تسجيل داخل غرفه ملابس في حين ان مدير الكوره قال في قلب الملعب مع المراسل وفي قناه القهوه الاهلي على الهوا نفس اللي اعترفه قولتوه مع اني غير قانوني. انا مش بايد امام عاشور وضد اي تجاوزات من امام عاشور، لكن ما يبقاش القانون بمكيالين وترجعوا تقولوا الزملكاويه عايشين نظريه المؤامره. محمد الشناوي خد 4 مباريات ايقاف، ما كملش مباراه ودخل احمد مجاهد قال لك عشان بعد اذنك كده وانا هترد براحتك بس انا هرد عليك بكلمه واحده. استاذ احمد مجاهد قال ايه يا استاذ عزت؟ قال عشان دخل على مهمه قوميه والاهلي بيلعب في نادي الاهلي على الانديه خليها مباراه. طب عندنا امام عاشور هيلعب مع المنتخب الاولمبي ونجم المنتخب الاولمبي في بطوله عالميه، هل دي مش مهمه قوميه؟ طب ما تعرف عنه، كفايه 7 من 12، ده خد 4 ما استحملتوش واحده. طيب انا عايزك ترد. رد بعد اذنك. رد خضره وبعد ما انت ترد هعقب عليك. تمام. الاول هرد على حته محمد الشناوي. تمام. حضرتك قلت ان محمد محمد الشناوي اللي هو ايه اللي لما اتحقق في 4 مباريات وبعدين خد مباراه في مباراه البنك الاهلي. تمام صح كده. محمد الشناوي لما اخد 4 مباريات من احمد مجاهد ولما رجع لتقرير الحكم لقى ان الراجل خد يعتبر انذار وان التقرير بتاعه ما ادانوش. ده كان هيضرب زي الحكم. يا كابتن كان داخل يضرب الحكم زي بالظبط شيكابالا بعد مباراه بيراميدز لما دخل قال انتوا الدوري مفصلينه. قال لك ما حسبتوش ليه؟ قال لك لان ما فيش. حضرتك سمعته؟ سمعته. لا ده كان بعد الماتش. ايوه بعد الماتش. انما ده اثناء المباراه يا استاذ حسن ما هو الحكم سمعه بطوله الكبير. لا 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 هيفترس الحكم. انا بس عايز اوصل لحضرتك حاجه ان لما احمد مجاهد يتسال وهو يسال في ده انت النهارده ما حسبتش شيكابالا ليه لما قال الدوري مفصلينه؟ قال له ايه؟ لما رجعت لتقرير الحكم سواء الفيديو عند كابتن محمد صباحي او حكم الملعب كابتن جهاد جريشه ما لقيتش حاجه تدين شيكابالا فين في التقرير. عشان كده شيكابالا بعد اذنك عشان كده شيكابالا ما توقف. محمد الشناوي في مباراه البنك الاهلي اللي الاهلي اتظلم فيها من الحكم اللي اسمه ميدو سلامه لو حضرتك تتذكره واللي هو كان على حكم الفيديو اللي هو ابن كابتن احمد الشناوي مش متذكر اسمه عمرو تقريبا والاهلي اتحرم من هدف صحيح لايمن اشرف في استاد الماكس في اسكندريه. فمحمد الشناوي بعد المباراه رايح بيتناقش مع الحكم، الحكم ما كتبش في تقريره ان تم الاعتداء عليه. فاللي حصل مع شيكابالا حصل مع محمد الشناوي. لحظه مش ملاحظ الظلم اللي وقع على الاهلي؟ انت حافظه ان الاهلي نادرا. لا مش نادرا ان يتظلم. لا احنا اتكلمنا. بص يا استاذ حسن انا هنا عايز عندي تعقيبين. اتفضل. التعقيب الاول على حضرتك والتعقيب الاول على الاستاذ الدكتور محمد عمرو. التعقيب الاول على حضرتك هقول لك حاجة. أنا طبعا أنت عارف إن أنا زملكاوي يعني. طبعا بس أنت منتهى الحيادة. أنا هبقى حيادي في الرد عليه. بس بيضحك كتير يبقى هو عاجبه الكلام بتاعك. لا هو وأنت كمان من الشخصيات اللي أنا بحبها. ربنا يخليك. لا أنا إنسان مهذب وأنا سعيد بالقائم معاه. وقلنا من البداية اختلاف الانتماء. لا عادي مفيش مشكلة خالص. مفيش مشكلة وبديك فرصتك ولو أنت عايز تاخد أكتر من فرصتك. لا 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 تمام والله. بالنسبة للنادي الأهلي عشان أكلمك بحيادية فيما يتعلق بإلغاء عقوبة أو زيادة عقوبة أو عقوبة شخص وعدم عقوبة شخص أنا لا ألوم النادي الأهلي فيها، ألوم مسؤولي اتحاد كرة القدم. ولو الأهلي له يد وشاطر وقادر يرفع العقوبة وقادر يزود العقوبة على اللي عندك يبقى ده نجاح لإدارة النادي الأهلي. دي ما نقدرش نقول للأهلاوية فيها. الأهلي استأنف العقوبة وزودها على بقى. ناجح في ده. عايز زيادة. ده تعقيبي عليك. الأهلي ملوش ذنب إن أحمد مجاهد جامل الشناوي وجاي بقى قاسي ذبح امام عاشور. الاهلي ملوش ذنب. الاهلاوي احمد مجاهد اللي ليه ذنب. هو ده اللي اهلاوي فين بس يا استاذ؟ اهلاوي طبعا. اهلاوي فين؟ هو احمد مجاهد لما طلع مع الكابتن مجدي عبد الغني في قناه مسموح اقول اسم القناه ولا مش مسموح؟ هي الاهلاوي من الصبح مش مسموح. لا طبعا ده شرف لاي حد. هو اهلاوي معلش. احمد مجاهد اهلاوي ازاي؟ احمد مجاهد باعترافاته حتى لو هو بقى اهلاوي بينه وبين نفسه انه جامل لنادي الزمالك في تسجيل مش عارف مين عمر جمال واحمد سمير فرج وسياده المستشار مرتضى منصور حي يرزق لما كلمه في التليفون وقال له يا احمد يا مجاهد قال له لا 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 يا سياده المستشار شفناه. ده انا اكتر حد بيساعد نادي الزمالك وفتحت اتحاد الكوره عشان اي سين كلهم بيقولوا كده. حتى هو فادني بايه؟
هو فادني بايه؟ ده هو فادني، هو قال على لسانه على الهواء مع الكابتن مجدي قبل ما يكون قناه الكوره والناس انت عارف انا ساعدت نادي الزمالك امتى ده؟ طب ساعده في ايه؟ امتى؟ وهو كان في شغل هو اللي قال هو بيقول وكلهم هو قال لك انا فتحت باب يا بيه وزير شباب رياضه يا زملكاوي وبيزملك بيتاذي في عصره لما جبت سيره احمد مجاهد فانا بقول رئيس اتحاد الكوره عمرو الجريري موضوع امام عاشور هو اهلاوي هو اهلاوي لا شك ده شك اهلاوي او اهلاوي جامد الجناني كان زمالكاوي ما فيهاش حاجه جامد الاهلي في ايه احمد مجاهد جامد الاهلي في ايه ده ذبح الاهلي